السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما كبيرا. فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين كده تحدي البيتزا الحجم العائلي. طبعا عايزة أقول لكم إن أنا النهاردة التحدي ده مبسوطة بيه قوي، لأن أنا مش عاملاه لوحدي، عاملاه مع قناة أم ميدو. القناة بتاعت أم ميدو بصراحة يعني قناة كلها فيها تحديات وحاجات جامدة جدا، هتعجبكم قوي. عايزاكم كلكم تخشوا تتفرجوا على التحدي بعد ما تخلصوا طبعا بتاعي، تخشوا تشوفوا بقى هي عملته ازاي ومين كسب ومين خسر، عشان انتوا اللي هتكتبوا العقاب والعقاب ده هيتنفذ معاكم انتوا. فيلا بينا ما نطولش بقى في المقدمة بتاعت الفيديو ونبدأ بالتحدي، عشان انا خايفة قوي وعايزة اقول لكم انا جعانة. وهي كانت محسساني وحسستني ان هي عايزاني اقص ضوافري، فمش هتخسريني مش هتكسبيني. انتوا متخيلين اقول مش هتخسريني؟ انا مش قادره اعترف ان انا هكسب اصلا. فيلا بينا. طبعا زي ما انتم شايفين انا جبت البيتزا الكبيره دي، انا الطبيعي بتاعي ما بعرفش اكل قطعتين اصلا، فجبت البيتزا الكبيره دي بالباربيكيو، فريحتها جامده، فهي ريحتها اللي مشجعاني. وجبت طبعا لتر بيبسي جنبي، وجبت كوبايه وفيها ثلج، وجبت البطاطس ده. طبعا ده حاجات جانبيه ملهاش علاقه، بس التحدي بتاعنا استنوا. يا لهوي على الجمدان. التحدي بتاعنا النهارده هيبقى على ايه؟ هيبقى على البيتزا بس، لكن البطاطس دي جانبيه. فانا هطلع، انا جايبه جنبي طبق ازاز تمام، فهطلع هنا كام قطعه عشان تبقى اقرب لي، وبعد كده ابدا بدي. فهطلع هنا بقى وارجع لكم تاني. على قد ما اقدر ان انا اظبط لكم الاضاءه، واظبط لكم كمان ان انا حطيت الكرتونه قدامي ما فضيتهاش في الطبق، لان بحس ان انا هتعب. فصبيت جنبي اهو البيبسي والبطاطس كمان جنبي، بس انا عشان خاطر زي ما قلت لكم في التحدي بتاع امبارح ان انا ما بعرفش ان انا اجيب الترابيزه، لان الترابيزه طويله فمش بتبقى متظبطه مع الستاند بتاع التصوير. فيلا بينا نبدا. انا طبعا دلوقتي فكرة التحدي ده هتبقى معتمدة على حاجتين مش ثلاث حاجات. اول حاجة الكمية الاكبر والوقت الاسرع. فاحنا هنشوف دلوقتي، احنا دلوقتي في الدقيقة الكام في الفيديو، وهتحسبوا معايا خطوة بخطوة انا خلصت في الدقيقة الكام، وهحط لكم هنا انا بدأت امتى وهخلص امتى. دي بقى يعني بعد ما اخلص هحط لكم انا خلصت امتى، وهنشوف مين اللي خلص اسرع من التاني. فيلا بينا نبدأ دلوقتي. طبعا هي تقريبا مش متقطعة، لا متقطعة بس اللي هو ايه، تقطيع اي كلام. اوه يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي، بصوا 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 منظر. يلا بينا، بسم الله، واحد اتنين تلاتة. ما تنسوش تشوفوا التحدي بتاع ام ميدو، عشان انا حاسه ان انا هخسر. طبعا يا جماعة انا لسه في القطعة التانية، في نص القطعة التانية، حاسة ان انا معدتي قلبت ومش قادرة اكل، اكيد باين على وشي بجد والله العظيم. انا متضايقة مش عارفة يعني، انا حد يقول لي ازاي اوسع معدتي؟ معدتي ببقى جعانة جدا، وببص انا قطعة واحدة
مخلياني عايزة استسلم، بس انا هكمل دي بإذن الله. زي ما انت شفتوا كده يا جماعة، معرفتش اخلص اكتر من قطعة ونص. جبت جنب البيبسي. في حاجة بقى انا قررت اعملها دلوقتي، هكلم قناة ام ميدو معاكو وهنشوف رد فعلها. انا هقول لها انا ما قدرتش اكل غير قطعة ونص، فيلا بينا. بصي انا عايزة اقول لك ان دلوقتي مفروض بسجل لك الفويس ده وانا بصور، تمام؟ قلت للناس ان انا هقول لهم، هقول لك انتي وهنشوف رد فعلك انا عملت ايه. بصي انا بصراحة كانت قطعة ونص وما قدرتش اكمل عن كده بجد يعني، فعايزين نشوف رد فعلك ايه في الفيديو ونشوف انتي عملتي ايه. واتمنى ان انتي ما تشتمينيش، لان انا بجد حاولت على قد ما اقدر ان انا اكل كمية كبيرة، بس لقيت نفسي من اول قطعة وانا شبعانة. عايزه اقول لكم بعت لها الفويس ده دلوقتي، تمام؟ وهنشوف بقى رد فعلها ايه. واول ما ترد عليا، عشان هي دلوقتي المسج اتعملت لها صح واحده، اول ما ترد عليا يعني هنشوف رد فعلها. طيب يا جماعه، ورجعت لكم تاني بعد ما ردت عليا. هسمعكم دلوقتي الفويس بتاعها. انا زيكم والله العظيم ما سمعت منه ولا اي حاجه، بس خايفه جدا ان هي تشتمني، فيا رب ما تشتمنيش. تعالى اسمعكم الفويس بقى على الصوت. نار بجد يا عبير، يا خرابي. استطوتي. يا نهار بجد يا عبير، يا نهار ابيض بجد. هو ده بس اللي انت كلتيه؟ ايه يا بنتي ده؟ ده ايه ده؟ ده انا فكرت ان انت يعني ده هتمسحيني او تغلبيني او صدمتيني بجد يا عبير. يا نهار ابيض، يا جالك اليوم ده، انا هنتقم منك انتقام يا عبير وهعاقبك عقاب. بس اقول لك برضه عشان اكون مزعلش محبين عبير ولا جمهورها، هم يخشوا عندي ويكتبوا في الكومنت تحت ايه العقاب اللي هم عايزينه وانا هنفذه فيكي، تمام؟ وهم يكتبوا لي تحت في الكومنت على يخشوا عندي في القناه ويشوفوا التحدي بتاعي، وعشان برضه يحكموا بحق ربنا برضه يعرفوا ان انا اللي غلبتك وانا اللي كسبت، ويكتبوا في الكومنت عندي ايه هو العقاب المطلوب وايه هم اللي هيقولوه علشان ما اظلمكيش برضه، تمام؟ والعقاب اللي هما هيقولوه انا هنفذه، تمام؟ بس كده. هي قالت الحمد لله بلسانها، طلعت الحمد لله جدعه، وما قالتش ان هي هتحكم عليا الحمد لله ان انا قصة ضوافري. فعايزاكم ان انتوا بقى بنفسكم جيش عبير وحبايب قلبي اللي بيحبوني، وكمان انا عامله لكم مفاجاه هتشجعكم كمان ان انتوا يعني تسمعوا بقى الكلام بقى، وتخشوا عندها وتشتركوا عندها وتكتبوا لها في الكومنتات العقاب بتاعي. ان انا هختار 3 قنوات، مش قناة واحدة، 3 قنوات هدعمهم ببلاش باذن الله على المنتدى. فلو عايزين تكونوا من ضمن القنوات دي، خشوا طبعا عند قناة ام ميدو شفا واكتبوا لها في الكومنتات ان انتوا جايين من عندي وبس كده. ويعني خفوا عليا شوية بس بالله عليكم في العقاب، لان انا من النوع اللي بصوا ما ينفعش في تحديات الاكل تاني خلاص، يعني توبة بجد. وبحبكم قوي 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 قوي. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش بقى طبعا تحطوا اللايك وتكتبوا لي في الكومنتس عايزين افكار فيديوهات عن ايه الفتره اللي جايه. وبحبكم قوي، سلام.